السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مهندس حسام من قناه حسام ميرا للرياضيات. باذن الله موعدنا النهارده في الدرس الثالث من فرع الرياضيات التطبيقيه، طبعا فرع الاستاتيكا لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي فقط. دي تعتبر كده يا باشمهندس الحصه الرابعه معانا. كنا خدنا الدرس الاول على حصتين، الدرس الثاني على حصه واحده كانت طويله شويه بس لمينا كل افكارها الحمد لله. والدرس الثالث وهو محصله عده قوى متلاقيه في نقطه، وغالبا بالنسبه كبيره ان شاء الله هناخده على جزئين لانه درس مهم جدا جدا وافكاره بسيطه وسهله بس التمارين بتاعته مهمه واعلمك ازاي تتعامل معاها بطريقه سهله بامر الله. لو انت اول مره شفت ما تنساش اشترك في القناه، فعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو طبعا عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. كالعاده لو انت محتاج ملزمه الشرح الخاصه بيا تبعت رساله واتس على الرقم اللي هيظهر قدامك على الشاشه او الرقم الموجود اسفل الفيديو. كل اللي عليك هتبعت له رساله واتس يقول لك كل تفاصيل الملازم، هي مبلغ رمزي بسيط جدا وامر الله، ووضح له انت علمي ولا ادبي اهم حاجه. طيب النهارده بنتكلم على محصله عده قوى. الدرس الاول كنا بنقول محصله قوتين، وبعد كده بدانا نحلل القوتين، فكان كل كلامنا على قوتين، كلام جميل جدا. هنا يا باشمهندس ممكن القوه يبقى ثلاثه، ممكن اربعه، ممكن خمسه، ممكن سته، اهم حاجه ان القوه دي متلاقيه في نقطه، تمام؟ فهنتعلم طريقه سهله جدا نحسم بيها المحصله والاتجاه بتاعها. عندنا ثلاث انواع مسائل، ركز معايا. النوع الاول اللي هو جبريا اللي انا وضحته لك في اول فيديو خالص ان المحصله ازاي بنحسبها عن طريق المتجهات، وهعرضها لك وعرض لك امثلته زي ما احنا متعودين. النوع الثاني معانا وهي المسائل اللفظيه بقى. والمسائل اللفظيه دي يا باشمهندس فيها نوعين، فيها مسائل مباشره يديك القوه والزاويه، وفيها مسائل اسمها مسائل المجاهيل، كلام جميل، ده ان شاء الله كله هناخده في حصه النهارده. الحصه الجايه بامر الله هناخد مسائل الاشكال الهندسيه وبعض المشاكل المسائل اللي بتتحل بمجرد النظر، وهتفهم الكلام ده ان شاء الله. مقسم لك الدرس تقسيمه جميله جدا، هتلم لك الدرس بكل افكار. طيب الفكره الاولى يا باشمهندس قال لك هي فكره المتجهات او الزوج المرتب. قال لك لو انا اديت لك يا باشمهندس القوه بتاعتك كزوج مرتب او كمتجهات زي دي كده، فقال لك ان المحصله بتاعتك كاتجاه عباره عن مجموع القوه، يعني بتجمع القوه الاولى والقوه الثانيه والقوه الثالثه، ان شاء الله يبقوا 100 قوه بتجمع مع بعض. طب بجمع ايه؟ بتجمع السينات مع بعض والصادات مع بعض. قال لك في الاخر هيطلع عدد بالنسبه لس، متجه الوحده س، وعدد بالنسبه لمتجه الوحده مين؟ ص. كلام جميل جدا. قال لك لو انت عايز معيار المحصله يبقى جذر س تربيع زائد ص تربيع. يعني يا باشمهندس لو هي مثلا طلعت المحصله دي 6 في اتجاه السين و8 في اتجاه الص، قال لك يبقى يا باشمهندس المحصله عباره عن جذر 6 تربيع زائد 8 تربيع اللي هي تطلع ب 10. قال لك عشان اجيب زاويه ميل المحصله اللي هي تعبر عن اتجاه المحصله عباره عن ص على س، هنا الص اللي هي 8 على السين اللي هي 6، يبقى 8 على 6 اللي هي 4 على 3، شيفت ثاني يا باشمهندس وطلع. قال لك ان هو ممكن يديك المحصله بالصوره القطبيه، وقلنا الصوره القطبيه دي يا باشمهندس بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن معيار وبتبقى عباره عن اتجاه، كلام جميل جدا. فقال لك بنحول المحصله دي يا باشمهندس لصوره متجهات ازاي؟ قال لك عشان تجيب العدد بتاع السين اللي هو العدد اللي هنا عباره عن المعيار في جتا الزاويه، يبقى معيار الف جتا الزاويه، يعني لو كان مثلا الف ده 6 والسيتا دي مثلا 30، يبقى انا بالنسبه لي السين عباره عن 6 جتا 30، طب الصاد هتبقى 6 جتا 30، بس كده تمام؟ تمام؟ واحسب كل واحد. عندنا بقى ملحوظه مهمه جدا، حاجه اسمها ان القوه متزنه. معنى القوه في حاله اتزان يا باشمهندس ان القوه ثابته اهو، ثابته. يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس تاثير السين بصفر، يعني انا بالنسبه لي ان السين متجه بصفر والصاد بصفر، وطالما السين بصفر والصاد بصفر يبقى اكيد ان المحصله بتاعتي بصفر. طيب في بعض الحالات كده يا باشمهندس هيقول لك ان مثلا انا عندي السين بصفر، فمعنى ان المحصله السين بتاعتها بصفر يعني الجزء ده مش موجود، يعني هيفضل الجزء ده اللي هو عباره عن عدد بالنسبه لصاد، يبقى انا بالنسبه لي ان المحصله هتبقى عدد بالنسبه لصاد. طب لما اجي احسب زاويته قال لك لو كان العدد ده موجب، يعني مثلا الصاد دي ب 2 يبقى الزاويه 90 جت منين يا باشمهندس؟ ده جت بطريقه سهله جدا، انا الوقت شغال على محور الصاد، فلو المحصله بتاثر فوق يعني في الجزء الموجب يبقى اجي ان الزاويه 90 لان دي كده محور ايه؟ الصادات الموجب. لو العدد سالب يعني المحصله بتاثر تحت يبقى الزاويه 270. طب لو قال لي هو الصاد بصفر يا باشمهندس؟ قال لك لو الصاد بصفر يعني الجزء ده هيتشال فهيفضل السين، يبقى المحصله سين في المتجه الوحده سين، كلام جميل جدا. فقال لك برضه الزاويه عباره عن قيمتين،
لو السين موجبة مثلا الاثنين يبقى هي على محور السينات الموجب وده زاويته بصفر. طب لو هي سالب اثنين يبقى على محور السينات السالب وده زاويته 180، يبقى الزاوية هنا صفر وهنا 180 وهنا 90 وهنا 270. ده كده كل ما يخص الدرس يا سعادة الباشا، تمام؟ تعال بقى نبدأ في الأفكار. الفكرة الأولى اللي هي الفكرة دي هنبدأ نحسب المحصلة وأعرض لك كل أفكارها، سواء جابها لك زوج مرتب، سواء هتجيبها لك بداية منتجات الوحدة، سواء جاب لك صورة قطبية، سواء قال لك متزنة، زي ما احنا متعودين بنغطي الفكرة تماما عشان ما يقفش معانا أي سؤال. طيب السؤال هنا بيقول لي قاف 1 عبارة عن 3 و4، قاف 2 عبارة عن 2 و6، قاف 3 1 وسالب 2، قاف 4 سالب 3 وسالب 3. بيقول لي أنا عايز منك أوجد مقدار واتجاه المحصلة. أول خطوة يا باشمهندس طالما هي كلها متجهات فأقول له إن ح متجه بيساوي مجموع القوة دي يا باشمهندس، يعني قاف 1 زائد قاف 2 زائد قاف 3 زائد قاف 4. كلام جميل. هو عاملها بزوج مرتب فنحسبها زوج مرتب، ماشي. هجمع السينات مع بعض يا باشمهندس، يلا 3 و2 5 و1 6، 6 ناقص 3 يبقى 3. كلام جميل. ها اجمع الصادات 4 و6 10، 10 ناقص 2 8، 8 ناقص 6 3 يبقى 5. يبقى هي عباره عن 3 و5. ممكن اكتبها كده 3 في متجه الوحده س زائد 5 في متجه الوحده ص. كلام جميل. بعد كده يا باشمهندس اقول له معيار المحصله بيساوي جذر معامل السين تربيع 3 تربيع ب 9 زائد معامل الصاد تربيع 25، 9 و 25 يعني كانها جذر 34، يبقى ده معيار المحصله. ناقص لي الاتجاه فاقول له ص ه او ص سيتا بتساوي ص على س، يبقى 5 على 3 يبقى 5 على 3. اعمل على الاله شيفت تان 5 على 3 تطلع الهاء معايا بكام يا باشمهندس؟ هتطلع معاك ب 59 درجه ودي تمام. يبقى انا الموضوع سهل جدا، نوع المسائل ده بسيط جدا، انا بجمع القوى احولها في صوره منتجات الوحده اجيب المعيار اجيب دي بس خلصت. تعال نشوف واحده ثانيه. ها بيقول لي قاف 1 بكذا وقاف 2 بكذا وقاف 3 بكذا، نفس الفكره. اقول له يا باشمهندس المحصله بتاعتي بتساوي ها 3 و5 8 ناقص 2 يبقى 6 في المتجه س، زائد 4 ناقص 3 1 1 و7 يبقى 8 في المتجه ص. يبقى انا بالنسبه لي معيار المحصله هيساوي جذر 6 تربيع زائد 8 تربيع هيطلعوا 100 وجذر ال 100 ب 10. بعد كده يا باشمهندس يبقى ظ ه بيساوي ص على س، يعني 8 على 6 اللي هي 4 على 3. شفت تان 4 على 3 تطلع الزاويه بتاعتك بكام يا باشمهندس؟ تطلع ب 53 درجه و7 دقائق، 53 درجه و7 دقائق. يبقى انا يا باشمهندس الفكرتين دول سهلين جدا ومباشرين جدا جدا، انا بجمع القوى اجيب المحصله اطلع الزاويه. تعالى امسح السبوره ونشوف بقى لو اداني صوره قطبيه او اداني مجموعه متزنه هنقدر نتعامل معاها ازاي. فتعالى امسح السبوره ونشوف الجزء اللي بعده. هنكمل بقى النوع الاول بالمسائل دي عشان نختم النوع ده خالص. بيقول لي قاف 1 ب 2 س ناقص 2 ص، قاف 2 ب 4 س ناقص 8 ص. وقال لي هنا بقى المحصله، عاطيني المحصله ب 2 ا س ناقص 3 ب ص، بيقول لي هات ال زي الباء. اقول له سهله جدا، انا عارف ان المحصله عباره عن الاثنين دول، يبقى 2 و4 6، يبقى ال 6 المفروض بتساوي 2 ا، اقسم على الاثنين يبقى ال ب 3. شكرا، انا جبت ال ب 3 زائد انا عارف الاثنين دول سالب 2 وسالب 8 سالب 10 هيساوي العدد اللي قدام الصاد اللي هو سالب 3 باء، السالب هيروح مع السالب. اقسم على 3 يبقى الباء بتساوي 10 على 3، يبقى دي زائد 10 على 3. هتطلع في الأخير 19 على 3. يبقى ده كده يا باشمهندس الألف زائد باء بكل سهولة والموضوع سهل. بيقول لي قاف 1 بكذا، 5 س زائد 3 ص، قاف 2 بألف س زائد 6 ص، قاف 3 بسالب 14 س زائد باء ص. هاتلي بقى المحصلة صورة قطبية، يبقى أنا لازم يا باشمهندس أجيب المحصلة في صورة متجهات. فجأة اقول له س بيساوي المعيار 10 جذر 2 جتا الزاويه 3 باي على 4 اللي هي 135. طب جتا 135 بسالب 1 على جذر 2 فده هتطلع بسالب 10. طب يا باشمهندس الصاد ها هيبقى برضه المعيار 10 جذر 2 بس جا الزاويه جا 145 اللي هي 1 على جذر 2 فده هتطلع ب 10. يبقى انا كده وصلت للمحصله كان المحصله يا باشمهندس 10 في المتجه س ولا سالب 10 في المتجه س زائد 10 في المتجه ص. دي يبقى الصوره القطبيه حولتها لصوره متجهه. طيب بعد كده عايز مني ايه يا باشمهندس؟ بقى عايز مني قيمه الالف وقيمه الباء. خلاص بقت سهله.
خمسة وسالب 14 سالب 9 زائد ألف، أنا بجمع السينات يبقى سالب، تعالى اكتبها تحت هنا، سالب 9 زائد الألف هيساوي العدد اللي هنا اللي هو سالب 10، وأدي السالب 9 يطلع إن الألف بيساوي سالب 1. كلام جميل جدا. طيب الصاد 3 و6 9 يبقى 9، لما أجمعها مع الباقي دي هيطلع الناتج بيساوي كام؟ هيطلع الناتج معامل الصاد هنا اللي هو 10، يبقى أنا بالنسبة لي إن باء بتساوي 1. كلام جميل. لو هو عايز مني ألف زائد باء يبقى ألف زائد باء سالب 1 وموجب 1، يعني الكلام ده بيساوي 0، ويبقى أنا كده حسبت له المسألة بتاعتي يا باشمهندس. الموضوع بسيط. آخر سؤال بيقول لي قاف 1 ب 4 س زائد 5 ص، قاف 2 ب 1000 س ناقص 7 ص، قاف 3 ب 3 س زائد 7 ص. بيقول لي القوى متزنة، متزنة يبقى مجموع السينات بصفر، مجموع الصادات بصفر. حلو، فمعنى ان هي متزنة هجمع السينات يبقى 4 و 3 7 زائد الألف لازم تساوي صفر، يبقى منها ان الألف بيساوي سالب 7، يبقى انا كده وصلت ان الألف سالب 7. كلام جميل جدا. مجموع الصادات 5 ناقص 7 سالب 2، يبقى سالب 2 زائد الباء لازم يساوي صفر، وادي دي الناحيه الثانيه فهيطلع ان الباء ب 2، يبقى 2 باء يعني 2 في 2 ب 4 يبقى سالب 7 زائد 4 بيساوي سالب 3. يبقى دي كده يا باشمهندس كل المسائل اللي ممكن تقابلك في النوع الاول، مسائل انا عايز اقول لك تفهم معنى كلمه تفهم، مسائل سهله جدا وبسيطه واتمرن عليها لان موجود عليها فعلا جزء في كتاب المدرسه، واحنا بنحل كتاب المعاصر هتلاقي عليها جزء برضه بامر الله. فتعال نمسح السبوره يا باشمهندس ونخش بقى على النوع الثاني المهم جدا جدا اللي هي المسائل اللفظيه او مسائل الرسم، ونتعلم ازاي بنعمل الجدول ونحسب القوى بكل سهوله. فتعال نمسح السبوره ونشوف الجزء اللي بعده. فهنبتدي النوع الثاني والنوع المهم جدا جدا، المسائل اللفظيه او مسائل الرسومات. هنا يا باشمهندس هيبدا يعرض لي كذا قوه، يعني هي مثلا عندي ثلاث قوى، هنا برضه عندي ثلاثه، هنا عندي ثلاثه. طيب هيعمل فيهم ايه يا باشمهندس؟ قال لك انا عايز المحصله مقدارا واتجاها. طيب ركز كده معايا يا باشمهندس، هنا يا باشمهندس بنتعامل بطريقه بسيطه جدا وسهله جدا وتافهه جدا في نفس الوقت. ازاي؟ هقول لك حاجه. هنا عندك قوه يا باشمهندس، دي قوه 8 ودي قوه 5 جذر 2 ودي قوه 3. كلام جميل جدا. قال لك بتعمل جدول صغير كده، جدول بسيط. في ناس ثانيه بتعملها صوره قطبيه والله صح وزي الفل، بس تعالى نوحد الطريقه اللي احنا شغالين بيها. وهنا يا باشمهندس قال لك هتقسم الجدول ده عباره عن قوه وعباره عن زاويه اللي هي سيتا، وانا عندي كام قوه؟ 3، فهنقسم هنا كام خانه؟ 3. زي الفل والكلام سهل. قال لك القوه عباره عن كام؟ اول قوه اللي هي الدايره دي 8، ثاني قوه اللي الدايره دي 5 جذر 2، اخر قوه اللي هي 3. جميل. قال لك يا باشمهندس الزاويه دي احنا بنقيسها مع محور السينات الموجب، الموجب ركز معايا. يعني ال 8 دي يا باشمهندس على محور السينات الموجب يبقى زاويتها صفر. ال 5 جذر 2 ده محور السينات الموجب، اطلع بسهم لحد القوه لقيت الزاويه 45 يا باشمهندس. القوه 3 دي على الصاد الموجب، واحد شاطر هيقول لي هي الزاويه 90، اقول لك برافو عليك. او اطلع بسهم لحد دي هتلاقيك عملت زاويه 90. تمام؟ يبقى انا عملت الجدول بتاعي يا باشمهندس قوه زاويه، حطيت القوه فوق والزاويه تحت. بص بقى الحركه الجايه دي اللي تافهه جدا، هتعمل ايه؟ قال لك هتجيب له محصله السينات. قال لك اضرب قوه في جتا الزاويه، ازاي؟ القوه اللي فوق 8 في جتا الزاويه جتا 0 زائد القوه اللي فوق 5 جذر 2 جتا الزاويه 45 زائد القوه اللي فوق 3 جتا الزاويه اللي هي 90. بجد والله؟ اه والله يا باشمهندس. ممكن اقول لك حركه سهله، انت هتحط الكلام ده على الاله الحاسبه، بس يعني خليك شاطر في حساب المثلثات والكلام ده. مش القوة 3 دي على محور الصادات؟ اه يا باشمهندس. ومش انا بحسب س؟ ايوه يا باشمهندس. يبقى انا بالنسبة لي اكيد دي بصفر، يعني دي كأنها مش موجودة. طب انا مش عارف، جتا 90 بصفر يبقى دي كأنها مش موجودة. كلام جميل. الكلام ده يساوي ايه بقى؟ جتا صفر، خلي بالك دي على محور السينات، فجتا صفر بواحد يبقى دي 8 في 1 ب 8. أو أنت اشتغل بالآلة الحاسبة. 5 جذر 2 جتا 45، جتا 45 بواحد على جذر 2. الجذر 2 هروح مع الجذر 2 يفضل لك 5، يبقى 8 زائد 5 بيساوي 13، او حط الليله دي كلها على الاله الحاسبه. حلو، يبقى حسبنا السينات. لما تيجي نحسب الصادات يا باشمهندس، قال لك القوه دي الزاويه، شايف دول؟ اه، خليها جاي، يبقى دي 8 جا 0 زائد 5 جذر 2 جا 45 زائد 3 جا 90. كلام جميل جدا. نفس الفكره، مش انت بالعقل بتحسب الصاد؟ اه، يبقى اي قوه على السين مالهاش لازمه، 8 دي مالهاش لازمه. طب ما انا عارف ان جا صفر بصفر، تمام خلاص يبقى دي هتساوي.
جه 45 بواحد على جهاز 2 فدي هتطلع برضه 5. والجه 90 بصفر، جه 90 مع 0.1 او القوه دي على محور الصادات الموجب يبقى هي هتفضل 3 زي ما هي، يبقى 5 زائد 3 بيساوي 8. يبقى انا كده يا باشمهندس قدرت اوصل للسين وقدرت اوصل للصاد، تمام. الكلام كله الباقي بقى سهل جدا. قال لك ايه؟ المحصله كمتجه هيساوي 13 في السين زائد 8 في الصاد. المحصله كمعيار يبقى هتساوي جذر 13 تربيع زائد 8 تربيع، وتحسب دي كده يا باشمهندس هتطلع معاك بكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما حسبتهاش. طيب هحسبها معاك، جذر 13 تربيع زائد 8 تربيع بجذر 233، جذر 233. بص بقى، في هنا لعبه في الزاويه. قال لك بعد ما تجيب دي هات لي الاشارات، هنا السين موجب وهنا الصاد موجب، يبقى الزاويه بتاعتي في الربع الاول، يعني انا هاخد الزاويه اللي هتطلع من على الاله، فانا هقول هنا ظاهر هيساوي صاد على سين على 8 على 13، فنفس الزاويه اللي هتطلع من على الاله هنا هاخدها عشان في الربع الاول، يبقى الهاء بتساوي شيفت تاني 8 على 13 هتطلع معاك ب 31 36. 31 درجة 36 دقيقة، ومبروك عليك المسألة. أعتقد مفيش أدفع من كده. طيب ماشي. دي جاية مرسومة وسهلة جدا وهو اعتبار لي مباشرة هدية يا باشمهندس. طب تعالى نشوف دي. ثلاث قوى مستوية مقدارها 6 و4 جذر 3 و10 تؤثر في الاتجاهات. يبقى أنا يا باشمهندس لازم أرسم الرسمة بتاعتي الأول، مفيش أدنى مشكلة. آدي المحاور. قال لك إن الستة دي تؤثر في الاتجاهات 30 شمال الشرق. قلنا الزاويه يا باشمهندس مع الثاني، يبقى الزاويه مع الشرق، ده كده الشرق. يبقى السته دي زاويتها 30، فاقوم عامل سهم كده. واحط القوه يا باشمهندس في دايره، واكتب الزاويه 30. القوه الثانيه اللي هي 4 جذر 3 60 شمال الغرب، طيب ده الشمال وده الغرب، وهو خلص كلامه يا باشمهندس بالغرب، يبقى الزاويه دي مع الغرب، يبقى الزاويه دي 60 مع الغرب، يبقى الزاويه دي 60، ويبقى دي القوه كام؟ 4 جذر 3. طيب دايما اخر قوه اللي هي 10 قال لك تؤثر في الجنوب، طبعا ده جنوب يبقى ال 10 دي نازله لتحت. كلام جميل، كلام جميل. جدولك اللذيذ يا باشمهندس اهو، قوه وزاويه، هما كام واحده؟ 3، يبقى تقسم 3. يلا بينا، يلا. اول قوه 6 واللي بعدها 4 جذر 3 والاخيره 10. حلو، يلا يا باشمهندس الزوايا. القوة 6 امشي بسهم لحد ما توصل لها بالسنات الموجب، يبقى 30، يبقى الزاوية دي 30 درجة. امشي بسهم لحد ما توصل للقوة، أهو يا باشمهندس مشيت قد إيه؟ دي 90 ودي 60، يبقى أكيد دي 30، يبقى مشيت 30 مع 90 يعني 120. وطبعًا على محور الصادات السالب يبقى 270، أو امشي بسهم كبير ف 90 و90 و90 يعني 270. يلا. يبقى السين يا باشمهندس هيساوي 6 جتا 30 اهو، 6 جتا الزاويه زائد 4 جذر 3 جتا 120 زائد 10 جتا 270. بالعقل انت بتحسب على مين؟ بحسب على السين. طب ما القوه دي على الصاد يبقى اكيد دي بصفر، طب ما عارف ان جتا 270 بصفر. ما علينا، انت تحسب الحسبه دي كده يا باشمهندس وتطلعها من الاله الحاسبه عشان ما نضيعش وقت بقى في الحصه بتاعتنا. هتطلع معاك يا باشمهندس بسم الله الرحمن الرحيم، هتطلع السين بجذر 3، بجذر 3 يعني المجموع في الاخر جذر 3. طيب ماشي، هات لي الصاد يا باشمهندس نفس الكلام بس جاب، يبقى 6 جا 30 زائد 4 جذر 3 جا 120 زائد 10 جا 270. احسب الحسبه دي كده يا باشمهندس هتطلع معاك بسالب نص، يبقى دي كده بسالب نص. حلو، هتبدا تحسب ايه بقى؟ تحسب حاجتين، المحصلة أو تقول له المحصلة كمتجهات جذر 3 في السين ناقص نص في الصاد. الإشارات السين موجبة والصاد سالبة، يبقى أنا في الربع الرابع سين موجبة وصاد سالبة، يبقى عشان الزاوية يبقى معيار المحصلة هيساوي جذر، جذر 3 تربيع ب 3 زائد النص تربيع يديك ربع، يبقى جذر 3 زائد ربع اللي هي هتطلع معايا بكام يا باشمهندس؟ بسم الله الرحمن الرحيم هتطلع ب 2. 2 ازاي؟ 3 وربع جذر 3 تربيع ب 3، الصاد بسالب 1 مش بسالب نص، معذرة دي سالب 1، سالب 1. يبقى هنا بالنسبة لي جذر 3 زائد 1 4، يبقى ب 2. كلام مظبوط جدا، تمام؟
يبقى دي الجذر 3 ودي بسالب 1 تمام. هات لي بقى الزاويه، يبقى ظاهر بيساوي ص على س يبقى سالب 1 على جذر 3. بص معايا، الظا سالبه في ربعين، اهم يا باشمهندس الثاني والرابع، بس انا موجب وسالب يبقى انا شغال في الرابع. طب ايه الزاويه بالظبط بتاعتها بواحد على جذر 3؟ هي الزاويه 30، وفي الرابع يبقى بالنسبه لي 360 ناقص 30 يبقى الثيتا بتساوي 330 درجه. في واحد ناسي ازاي كنا بنحسب الزوايا، تعالى افكرك كده بسرعه. الربع الاول الزاويه زي ما هي، الربع الثاني 180 ناقص الزاويه، الربع الثالث 180 زائد الزاويه، الربع الاخير 360 ناقص الزاويه. خلاص؟ يبقى انا بحسب الزاويه كانها موجب، ماليش دعوه بالسالب، كانها واحد على جذر 3. لو في الاول بسيبها زي ما هي، في الثاني 180 ناقص اللي طلعت، في الثالث 180 زائد اللي طلعت، في الرابع 360 ناقص اللي طلعت. تمام؟ تمام. ها؟ ثلاث قوى مقاديرها 1 و2 وجذر 3 تؤثر في نقطه في الاتجاهات. طيب، في بالنسبه لي قوه بتاثر في ثلاث اتجاهات، المره دي ايه؟ هو ما ادانيش بقى اللي هي الرسمه البياني دي، قال لك في اتجاهات ميم الف، ميم باء، ميم جيم، فركز معايا. هنخلي الميم الف ده الافقي مثلا، يعني مثلا دي الميم وراحه للالف مثلا كده، فدي الميم ودي الالف. قال لك ان القوه دي مقدارها 1. حلو. وقال لك في الاتجاه ميم باء، طب يا باشمهندس انا مش عارف زوايا، طب ركز كده، بيقول لك ان زاويه الف ميم باء ب 60، الف ميم باء، يبقى الزاويه دي كده عند الباء ب 60. كلام جميل جدا. طب ما هو قال لك ان القوه الثانيه في اتجاه الميم باء يبقى اكيد دي بكام؟ اكيد دي ب 2. تمام. قال لك ان مقياس زاويه باء ميم جيم ب 30، باء ميم واطلع للجيم. طب ما خلي بالك 30 و 60 90، يعني دي كانها زاويه قايمه، يعني كده دي الجيم يا باشمهندس، ويبقى الزاويه دي كام؟ 30. وقال لك ان مقياس زاويه الف ميم جيم 90 وملهاش لازمه الحركه دي. طيب مين اللي بيأثر في الميم جيم يا باشمهندس؟ اللي بيأثر في الميم جيم اللي هو جذر 3. يبقى انا كده يا باشمهندس معايا الثلاث قوى، كلام جميل جدا. طب ما تيجي بقى نقسم الجدول بتاعنا يا باشمهندس ونبدا نحسب، يلا بينا. يبقى قوة وزاوية. القوة الأولى اللي هي 1 ودي كأنها على محور السينات الموجب يبقى 0. القوة الثانية اللي هي 2، امشي بسهم لحد القوة هتلاقي الزاوية 60. القوة الثانية اللي هي جذر 3، امشي بسهم لحد القوة هتلاقيها 90. يبقى السين بتساوي 1 جتا 0 زائد 2 جتا 60 زائد جذر 3 جتا 90. كلام جميل جدا. أنا بحسب السين يبقى على محور الصادات بصفر أو جتا 90 بصفر. وهنا هيبقى 1 جتا 0 يعني 1. و2 جتا 60 يعني 2 في نص، يبقى 1 زائد 1 بيساوي 2. كلام جميل جدا. الصاد بيساوي 1 جا 0 زائد 2 جا 60 زائد جذر 3 جا 90. كلام جميل. جا 0 بصفر لأن بحسب الصاد. الجا 60 بجذر 3 عن 2، فدي جذر 3 وجا 90 ب 1، يبقى دي عبارة عن 2 جذر 3. يبقى المحصلة كمتجهات عبارة عن 2 في السين زائد 2 جذر 3 برضه في السين. المحصلة كمعيار هيساوي جذر ال 2 تربيع ب 4 زائد دي تربيع، يبقى 4 في 3 ب 12، يعني جذر ال 16 بيساوي 4. الزاوية اكتبها لك كده عشان تشوف، ظا هاء بيساوي ص على س، يبقى 2 جذر 3 على ال 2 اللي هي جذر 3. فين الإشارات؟ هنا السين موجب والصاد موجب، يعني أنا في الربع الأول يبقى الزاوية زي ما هي، الزاوية بالظبط تحت جذر 3، يبقى بالنسبة لي النهاء بتساوي 60 درجة، يبقى أنا كده جبت المحصلة وجبت الاتجاهات، يعني كأن المحصلة بتأثر في مين بقى؟ خلي بالك ممكن يجيب لك في الاختيارات هي المحصلة بتأثر في أنهي ضلع؟ ما أنت عارف إن هي عاملة زاوية 60 والضلع ده عامل زاوية 60، يبقى هي بتأثر في الضلع ده يا باشمهندس، تمام كده؟ تمام. واحد تاني بقى ذكي، بقى ذكي جدا، هيقول لي إيه؟ دي يا باشمهندس تحليل قوتين متعامدتين، اقول له برافو عليك. فمطرح ما تنام جيب التمام، فالقوه دي 2 جتا 60 اللي هي 2 في نص ب 1، وهنا يبقى 2 جتا 30 اللي هي 2 في جذر 3 على 2 في جذر 3، فدول قوتين متعامدتين، يبقى اكيد دي المحصله بتاعتها. يبقى انا بالنسبه لي كده ممكن احسب عادي جدا ان هي دي كانها قوه حللتها، بس ماليش دعوه بالشكل العام بتاع المساله، انا بكلمك ان هي القوه هنا اتحللت في اتجاهين متعامدين. تمام تمام. دول كده ايه الثلاث قوى. تعال نمسح السبوره كده ونشوف مسائل الخمس قوى ونكبر الدنيا شويه. تعال نمسح السبوره ونشوف الجزء اللي بعده. هناخد بقى مثالين، واحد خمس قوى وواحد اربع قوى، ونختم الجزء ده بامر الله. بيقول لي خمس قوى مستويه تؤثر في نقطه، القوى عباره عن 12 9 5 جذر 2 7 جذر 2 7، تعمل في اتجاه الشرق شمال شمال غرب جنوب غرب جنوب، عايز اتجاه ومقدار المحصله. طيب
ركز معايا. هنبدأ ايه؟ نرسم شبكة بيانية بالشكل ده. القوة الأولى اللي هي 12 بتأثر في اتجاه الشرق، طبعًا ده الشرق، وده الشمال، وهذا الجنوب، وهذا الغرب. بتؤثر في اتجاه الشرق اللي هي 12. حلو. 9 في اتجاه الشمال، ما هو قال لك شرق شمال، يبقى 9 في اتجاه الشمال. 5 جذر 2 شمال غربي، شمال غربي يعني في النص ما بين الشمال والغرب. دي اللي هي كام؟ 5 جذر 2. يبقى الزاوية دي 45 ودي 45. 7 جذر 2 جنوب غربي، ده جنوب وده غرب، يبقى هنا يا باشمهندس يبقى دي كده 5 جذر 2. 45 45. واخر واحدة اللي هي 7 في اتجاه مين؟ في اتجاه الجنوب. بس شكرا، جزاك الله وكل خير. نبدأ نعمل الجدول بتاعنا. أهو يا باشمهندس. قوة وزاوية، دول كام واحدة؟ 5. 1 2 3 4 5. يلا بينا. يلا يا باشمهندس. القوة ال 12 طبعا دي على محور السلالات الموجب يبقى زاويتها صفر، التسعة على محور السلالات الموجب أو امشي سهم هتلاقيك مشيت 90 يبقى دي 90. اللي بعدها اللي هي 5 جذر 2 امشي لها بسهم كده هتلاقيك مشيت 90 و45 يبقى 135. اللي بعدها 5 جذر 2 طبعا ده كده 180، وأنا مشيت في قوم 45 ما هو ده السهم اللي أنا همشيه أهو، فمشيت 180 و45 يبقى 225. اخر واحدة اللي هي السبعة وده على محور الصادات السالب يبقى 270، او انا مشيت سهم كبير جدا اللي هما 3 تسعينات يبقى 270. جهزت كل حاجة؟ اه يا باشمهندس. يبقى السين بتساوي 12 جتا 0 زائد 9 جتا 90 زائد 5 جذر 2 جتا 135 زائد 5 جذر 2 جتا 225، ما هي لعبة بقى، زائد 7 جتا 270. هتحسب الحسبه دي كده يا باشمهندس هتطلع معاك ان السين بصفر. الله، طب ماشي تعالى نجيب الصاد، هتبقى 12 جا 0 9 جا 90 زائد 5 جذر 2 جا 135 5 جذر 2 جا 225 7 جا 270. ايه الكلام ده؟ برضه بصفر. طالما السين وصفر القوى متزنه. اصلا السؤال ده كان جاي بيقول لك اثبت ان القوة متزنة، عشان اثبت ان القوة متزنة يبقى محصلة السينات بصفر ومحصلة الصادات بصفر، وده مثال جميل جدا. اللي بعده بيقول لي اثرت القوة 8 4 جذر 3 6 جذر 3 14. طيب يا باشمهندس معايا قوة ومعايا اتجاهات، فهنرسم الشبكة. ادي الشبكة. قال لك ان الزاوية بين اول قوتين 30، فانا هفرض ان القوة دي يا باشمهندس على محور السينات الموجب، انا حر. والزاوية التانية اللي هي القوة التانية 4 جذر 3، قال لك ان الزاوية ما بينهم 30، يبقى ده 4 جذر 3 يبقى اكيد الزاوية دي كام؟ 30، من غير ما افكر دي 60. بيقول لي الزاوية ما بين القوة التانية والتالتة 120، دي التانية 4 جذر 3 ودي 6 جذر 3. طيب انا معايا 60، يبقى انا عايز كمان كام؟ 60. ما هو بالعكس، عشان تبقى الزاوية ما بينهم يا باشمهندس 120، انت فاهم؟ بيقول لك الزاويه ما بين الثانيه والثالثه اللي هم القوتين دول 120، انا خدت منها 60 يبقى فاضل منها 60، فبالعقل برضه هنا فاضل كام؟ 30. قال لك الزاويه ما بين الثالثه والرابعه 90، طب انا خدت 30 يبقى فاضل كام؟ يبقى فاضل برضه يا باشمهندس 60. هنا كده. كلام جميل. ودي دي القوه كام يا باشمهندس؟ اللي هي 14. يبقى انا كده يا باشمهندس الحمد لله رسمت الرسمه وحطيت الزوايا بتاعتي صح. تمام. بعد كده يا باشمهندس جدولك الجميل بالشكل ده كده، وتعمل لي ايه؟ قوة وزاوية. عندي كام واحدة؟ 4. تمام. ها القوة الأولى 8 دي على السينات الموجب فالزاوية صفر. القوة اللي بعدها 4 جذر 3 وزاويتها 30. القوة اللي بعدها 6 جذر 3 والزاوية بتاعتها مشي لي كده بقى هتلاقيك مشيت 60 و60 120 و30 150. القوة الأخيرة اللي هي 14 هتلاقيك مشيت 180 وزود عليهم 60 يبقى 240. كلام جميل جدا. يبقى أنا بالنسبة لي إن السينات بيساوي 8 جتا 0 زائد 4 جذر 3 جتا 30 زائد 6 جذر 3 جتا 150 زائد 14 جتا 240.
هتحسب الكلام ده كله يا باشمهندس، هيطلع لك ان السين بكام؟ بسم الله بسالب 2. هتحسب الصاد يبقى 8 جا 0 زائد 4 جذر 3 جا 30 زائد 6 جذر 3 جا 150 زائد 14 جا 240. هتحسب الحسبه ده تطلع سالب 2 جذر 3. طيب ماشي، يبقى المحصله يا باشمهندس كاتجاه هي سالب 2 في السين وسالب 2 جذر 3 في الصاد. اشاراتك سالب وسالب، يبقى انت يا باشمهندس ربع ثالث عشان تحدد الزاويه. طيب معيار المحصله بتاعتك هيساوي جذر سالب 2 تربيع ب 4 زائد دي تربيع تديك 12 يبقى جذر 16، يبقى المحصله مقدارها ب 4. يبقى ظاهر ان الاتجاه بتاع المحصله صاد على س سالب 2 على جذر 3 على سالب 2، دي هتروح مع دي يبقى جذر 3. اوعى تقول لي الزاويه ب 60، انت في الربع الثالث، الربع الثالث 180 زائد الزاويه يبقى 180 زائد 60 يبقى الهاء بتساوي 240 درجه. يبقى انا بالنسبه لي ان المحصله مقدارها 4 وتصنع زاويه مقدارها 240 مع محور السينات الموجب. تمام كده؟ تمام. خلاص انا هضطر اوقف حصه النهارده للمثال ده، اذاكرهم كويس جدا، هيفضل لنا حالتين بامر الله. حاله المجاهيل ان هو يديك نفس الفكره دي بس يديك مجاهيل هنحسب هنقدر نحسبها، وجزء الاشكال. جزء الاشكال عندنا اربع اشكال اساسيين، عندك يا باشمهندس مربع، عندك مستطيل، وبسم الله الرحمن الرحيم عندك الثلاثي، وايه تاني؟ وعندي المثلث. دول اربع اشكال هنشرح عليهم اربع مسائل مهمين جدا جدا، بس ان شاء الله هيكونوا في الجزء الثاني عشان ايه؟ يبقى في توازن ما بين الحصتين بامر الله. كده يا باشمهندس خلصنا حصه النهارده، حصه سهله وبسيطه جدا بامر الله، واستنى الجزء الثاني زي ما اتفقت معاك هيبقى فيه فكرتين مهمين جدا جدا. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى يكون انت تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه، فعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو طبعا عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام الرياضيات، وشكرا جدا.